يسعد قلبك مع الشاذلي، رجعنا لكم تاني وإجابة على الأسئلة الكتير اللي وردتنا خلال الأيام اللي فاتت. ابني مدوخني مش عارف أعمل إيه، الواد كبر، الواد بقى بينزل لأصحابه دلوقتي، بقى قاعد على طول على النت. طب البنت أنا مش عارفة البنت واخدة جنب مننا ليه؟ إيه ده؟ إحنا ما دورناش؟ لا ما دورناش على الأسباب اللي خلتنا أو اللي وصلتنا لكده خلال الأيام اللي فاتت. طب ما تيجوا مع بعض نمسك الموضوع واحدة واحدة ونفنطه من أول وجديد تاني، ونفصل أحلى رداء تربوي ممكن يتحلى بيه أي حد حابب إن هو يكون مربي لأولاده أو يكون مربي عام، عشان نتكلم في الموضوع ده. وكانت زي ما عودناكم معانا ضيوفنا المميزين، معانا دلوقتي أستاذة زينب ماضي استشاري تربوي، وحد مختص في مجاله، حد بيعمل فيديوهات بقى تخص التربية. من الآخر بناء على ذلك احنا قررنا ان هي، انت عارفين ما بنتأخرش عليكم في اي حاجة، لازم تكون معانا هنا في البرنامج، وكل اللي بتقوله على السوشيال ميديا هتقوله لنا هنا، بحيث ان احنا نستفيد بأكبر جرعة تربوية دسمة مركزة. خلونا نرحب بيها مرة تانية أستاذة زينب ماضي، ازيك؟ زي حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ نورتي الاستوديو، ربنا يخليك. كل سنة وانت طيبة. ربنا وانت طيب. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، لا اتاح لنا الفرصة ان احنا نتكلم عن التربية ومشاكل التربية، لان الموضوع ده يعني اهم مشكلة في المجتمع. اكيد بيتبنى عليه مشاكل المجتمع كلها. اكيد. والمشكلة ان مفيش حد بيهتم بيه بالشكل الكافي. ما هو يعني هو المختصين بقى اللي هم اللي زي حضرتك وكده، ده دوركم انتم بقى. ما تسيبوناش دورنا ما تسيبوناش الا والاولاد طالعين في ابهى صورة. ما هو دورنا، بس لما الاهل بيفهموا ان هم غلط او هم بيعترفوا ان في دور للاخصائي. لكن احنا عندنا التربية ماشية ازاي؟ لو احنا بصينا للتربية هنلاقي اي مربي بيربي بالخبرات السابقه او باللي شفنا غيرنا بيعملوه. يعني هو انا اتربيت على ايه، فاخد اللي انا اتربيت عليه فطبقه على اولادي من غير ما افكر. مع ان معظم الحاجات اللي انا اتربيت عليها كانت تعباني نفسيا قبل ما اتجوز واخلف. اكيد. فببدا اقول لنفسي لا، انا مش ممكن اعمل كده مع اولادي. تمام. ولكن بشكل غير مقصود بلاقي نفسي نفذت السلوك على الولد او على البنت. طب ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه بقى؟ يعني مثلا زي سلوك الضرب مثلا. لو اي حد اتعرض لسلوك زي سلوك الضرب او العنف الاسري. أكيد. بيبدا ان هو حتى مش لازم ضرب، ممكن تعنيف بالحرمان. على فكره التعنيف والصراخ بيتعب الجهاز العصبي للطفل اكتر بكتير من الضرب. يعني حضرتك مش متخيل. طبعا الدراسه بتبقى مختلفه عن العادي، يعني الانسان لما بيدرس الطفل وصفاته والمراحل العمريه بيعرف قد ايه الطفل بيتأذى غير الام العاديه. يعني انا لما بشوف طفل فعلا بيتعامل بطريقه غلط انا بتاثر جدا. بيحصل لي ضغط نفسي كده عشان عارفه التوابع بعد كده ايه هتكون عامله ازاي، علشان عارفه النتائج اللي هيحصدوها مثلا في المراهقه او الطفل ده شخصيته هتتشوه ازاي. انا ببقى لمسه الحته دي وبيحصل لي ضغط رهيب جدا وباحزن جدا على الاطفال. لان عندنا اساسيات التربيه من يعني من سنه لست سنين اساس تنشئه الطفل، وده المتحكم في شخصيته مدى الحياه. فبتيجي الام تشتغل غلط تحت في الاساس، فبالتالي في المراهقه بتعاني. يعني اخر حاله كانت امبارح بتعاني من البنت، والبنت وهي سامعاني دلوقتي، هي صديقه ليا، البنت ما بتسمعش الكلام. البنت طب حضرتك بتعنفها؟ بعنفها، ما بتذاكرش، ما بتسيبش التليفون، و و و ومشاكل كتير جدا رميها على البنت. وشايله دورها خالص ان هي السبب في كده. طب حضرتك هو بس خلينا نتفق على جزئيه، كلنا بنبقى عندنا طموحات ان اولادنا يكبروا ونشوفهم في احسن حاجه قدام مننا. ممكن بيبقى في حاجات بتفكرنا كده لما بنسمع سيره امتحانات فبنفتكر امتحانات اولادنا، لما بنسمع سيره سمنه مثلا فبنخاف على اولادنا من السمنه فبنلحق لا الحق، فاحنا بننفعل بسرعه. طبعا دي من عاطفه الامومه. بس الاولاد، في اولاد بيبقى مولودين برضو يعني هو نشا عنده برضو شخصيته قويه، او احنا بنسميه اللي هو العنيد.
او العنيدي. لا مفيش او هو طفل بيتولد عنيد، هو احنا عندنا الجهاز العصبي ده المعتقد، للطفل هو ده في المعتقد جزء عند ال المعتقد عندنا ان هو ده الطفل ده، نقول الواد ده مثلا قوي. الولد ده بيشرب شوربه زي جده، فيقولوا لا ده وراثه، ده الصفات بتاعته وراثه، العرق ده بيمد بياكل لسبع زي جده. بابا بالظبط نفس الطريقه. ما هو حضرتك هو شاف واتفرج من هو في اللفه لحد ما بدا يعتمد على نفسه عند سنتين ويبدا ياكل او يعتمد على نفسه، فبيطبق كل اللي هو شافه المخزون اللي هو متخزن عنده في العقل اللاواعي. احنا بنشوف الطفل اللي هو عنده سنه بيبص وبيركز قوي في وبيقعد يتفرج على الاطفال وهم بيلعبوا وبعد كده بيجي يقلدهم. اذا الصفات الطفل دي مكتسبه. تمام. النقطه بتاعت الجهاز العصبي احنا بنقول مثلا هو نرفز زي بابا او واخد شويه من ماما او هادي زي اي حد في العيله. نقطه الجهاز العصبي علشان مفيش حد يرمي اي سلوك غلط عند الطفل على جهازه العصبي. في نقطه مهمه جدا، الجهاز العصبي ده في جزء منه وراثي. تمام. اي حد بيبقى واخد الجهاز العصبي وراثي، ولكن التاثير التنشئه ممكن يغير لي رد فعل الجهاز تماما. يعني واحد مولود الجهاز العصبي بتاعه نرفز شويه او عالي كده، او ان الام كانت خلال فتره الحمل بتتعرض لضغوط، فبالتالي اذا هو اتربى في بيئه هاديه مستقره بيبقى هادي جدا. طيب لو هو بالعكس الجهاز العصبي بتاعه هادي جدا، جه اتربى في بيئه كلها مشاكل وتوتر وصراع، بيبدا يبقى شخصيته كلها عصبيه. تمام. وعنف. فبالتالي احنا ما نرميش حاجه، او انكسار يعني، او يعني ما نرميش حاجه على الجهاز العصبي. النقطه الثانيه ان احنا اللي بنكتب في الطفل. يعني الطفل ده ورقه بيضاء، احنا اللي بنكتب عليه كل حاجه وبنرجع نلوم عليه. اصل ابني عنده مشكله انا عايزه اعالجه. ممكن تقعدي مع الطفل، ممكن تعملي له جلسه. حضرتك انا ما بقعدش مع الطفل اول حاجه، انا بطلب من الام والاب اقعد معاهم، ولازم الاثنين لان هما الاثنين المسؤولين عن التربيه. لو اي حد غاب بيبقى في خلل في جزء في شخصيه الطفل. يعني الام لوحدها ما تنفعش والاب لوحده ما ينفعش، ولكن في حالات استثنائيه الام بتنفع فيها، وتقدر الام بس اللي تقدر تشيل مسؤوليه الطفل وتقوم بدور الام والاب في وقت الانفصال. وطبعا احنا عندنا بنعاني. في تليفون معانا فتقريبا معانا امل من السويس. اهلا يا استاذه امل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. انا معجبه جدا بالبرنامج وحابه الموضوع جدا، بس عندي سؤال بس كده صغير. اتفضلي. انا ابني مش بيتفق مع باباه، ايه الحل؟ اعمل له ايه؟ ثواني ثواني، ممكن تفسري لنا بس السؤال اكتر بس عشان نقدر نفيدك فيه، عشان الموضوع كده جنرال عام شويه. مش بيتفق هل مع بابا مش بيتواجد معاه كتير؟ يعني مش بيقعد معاه في البيت كتير؟ مش واخد عليه يعني مثلا؟ هو بحكم شغله وكده فمش بيقعد معاه. وهو يعني هو خايف منه، الولد خايف منه جدا ان هو بابا بقى وبيحترمه وكده، فالموضوع مسبب له رهبه كبيره. طيب الولد عنده كام سنه؟ عنده 8 سنين. 8 سنين. تمام. طيب حضرتك بتشتغلي يا استاذه؟ لا. يعني حضرتك ربة منزل مقيمه معاه وبتبقى معاه اغلب الوقت. تمام. أكيد. هو بابا يعني بيعنفه؟ لا هو مش طول الوقت، ولا لما بيعمل حاجه غلط بس بيعنفه. بيعنفه جامد. بيضربه يعني. تمام. وحضرتك؟ لا انا طبعا هو بيضربه، فانا لازم اكون خايفه، ما ينفعش احنا الاثنين نبقى ضاغطين عليه. هل انتم هو في اولاد تانية اكبر منه او اصغر منه؟ في ولد تاني 10 سنين. طب بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ لغه التواصل ما بينهم اخبارها ايه؟ يعني بمعنى ابسط، يعني في مشاكل بينهم وبين بعض دايما، هل هو بيفرغ العنف ده على اخوه؟ الولاد اصغر ولا اكبر؟ الابن الثاني اكبر. تاني كده معلش انا ما سمعتش. بقول لحضرتك يعني هل هو طبيعه علاقته باخوه الثاني، هل في بينه وبينه خلاف برضه دايم، ولا في استجابه بينهم وبين بعض؟ يعني بيتواصلوا مع بعض بشكل اصحاب قوي، اسرارهم مع بعض بيتواصلوا مع بعض بشكل افضل، ولا برضو ابتدى ان هو يعني في نفور من ناحيه اخوه؟ هو نفس ما بيتعامل مع الولد ده نفس ما بيتعامل مع الولد ده. تمام. طيب تابعينا وهنبقى مع حضرتك وهنجاوب ان شاء الله. هي كل المشكله الخلل في ان العلاقه بين باباه بينه وبين باباه ما فيهاش حوار، بقى فيها فجوه. فيها فجوه وما فيهاش حوار، يعني هو الطفل مش واخد عليه رقم واحد. فانا عشان ادخل للطفل لازم ادخله بمدخل واحد هو الحب. يعني هو الطفل
اهم حاجه عنده، اهم حاجه في الدنيا اهم من الاكل والشرب واللعب حب. ان انا احس بان انا احتياج الحب مسدد عندي. اذا انا عندي خلل في الاحتياج ده فانا هعاني طول عمري. الاب غايب طول الوقت، والوقت اللي متواجد فيه بيعاني في الطفل. فطبيعي ان هو يروح لمين؟ بيروح للام. وده بنلاقيه كمان في البيوت اللي هي بيكون فيها اكتر من حد قايم على التربيه. اللي هو بيت عيله مثلا وفي الجده والجد، بنلاقي الطفل بيتحز مشتت بسبب ان هو، او مشتت بسبب ان هو بيستجيب لاوامر كتير، المفاهيم عنده مغلوطه، بيشتت، مش عارف الصح من الغلط. وبيروح للحاجه السهله اللي هي الدلع طبعا، وبيبدا تبقى شخصيته ايه، ما بيقدرش يتحمل مسؤوليه، تدليل زايد، والاثار بقى الجانبيه للتدليل الزايد، وشخصيه ضعيفه جدا طبعا هشه. فاحنا لازم، انت شايفه ان الموضوع ان هو يعني كان في مثل بيقولوه زمان، كان مثلا الاب والام تنقي ولد في الاولاد اللي بيبقى جنبها اللي بالطوله. طبعا دي غير بقى ايه كانت فكره الشبشب الطائر اللي كان بتاع زمان ده. دلوقتي مثلا تقول لك ايه، اضرب المربوط يخاف السايب، فبتيجي مثلا على اضعف طفل فيهم، او اللي هو ايه اللي عارفه ان هو لما يتضرب هيعيط الباقي هيخافوا. طب ده له اثر عامل ازاي على الباقي؟ هو طبعا يعني العنف، انا بنتكلم دلوقتي على العنف اذا كان مباشر أو غير مباشر. تمام. هو العنف في حد ذاته بيوصل رسائل كتير للاطفال. وكل طفل بيبقى ليه رساله مختلفه عن التاني حسب اختلاف الشخصيات. في طفل بياخد الرساله وبيعاند اكتر، وبيبقى عنده مقاومه اوامر، ودي حاجه طبيعيه ربنا خلقها فيه. ليه خلقها فيه؟ عشان يقدر يكون شخصيته وما يبقاش امعه، يعني اي حد ياخده في اي طريق. والطفل اللي ما بيقدرش يقول لا، وطبعا يعني كويس جدا فكرتنا بالموضوع ده، ان انا بكسر عنده لا. يعني انت ما تقولش لا، ما تقولش لبابا وماما لا، انت كده قليل الادب. ده المتعارف عليه. فيجي هاجس للام والاب، ابني هيبقى قليل الادب، ابني مش هيبقى مؤدب، واقعد ابص على نظره المجتمع ونظره الناس وابدا اخنق في طفلي. لا دي لو ما قالهاش بيبقى سهل جدا يعتدى عليه جنسيا. دي مشكله طبعا خطيره جدا. ونرجع نقول هو ابني ازاي حصل له كده ومش بيتكلم. المصيبه ان هو الطفل مش هيتكلم. ليه؟ لانه هو بيخاف. اكيد انا خلاص كسرته، انا برعبه، فهو خايف مني، فمش هيقول على اي حاجه. دي الطفل الثاني اللي هو بيقعد يقاوم بقى اكتر ويعند، واو ممكن في المراهقه اوصله لانحرافات سلوكيه. لانه بيشيل كل ده، هو بيبقى ضعيف وصغير مش قادر يدافع عن نفسه. بيفضل مخزن كل ده، الطاقه السلبيه دي في العقل اللاواعي، ويبدا في سن المراهقه يطلعه لنا بقى على هيئه مواهب. هو ده ابني اللي كان بيسمع كلامي، انا ابني اتغير، لا مش هو ابني ده اللي انا اعرفه. وبتبدا الام تتصدم والاب يتصدم والعيله. فهي دي تمام. هايل جدا، هايل جدا. احنا مستمتعين بالحديث مع حضرتك والله بجد، بتفيدينا بمعلومات قيمه جدا. بس خلينا كده نقول، طيب احنا دلوقتي يعني، طب نطلع فاصل كده ونرجع تاني نكون بس اعزائنا المشاهدين اوعوا تروحوا بعيد، سمعتوا المعلومات الجميله دي، عندنا معلومات لسه جايه في الفقره الثانيه اكتر واكتر. استنونا طالعين فاصل وراجعين بسرعه. رجعنا لكم تاني، عاملين ايه؟ معانا لسه استاذه زينب ماضي الاستشاري الاسري والتربوي، وكنا بنتكلم على وسائل التربيه والانشطه اللي ممكن نعملها مع اولادنا. استنونا، معانا دلوقتي موضوع مهم جدا، عباره قالتها لي حسيتها ان هي اثرت فيا. كنت بتقولي ايه؟ بقول لك الضرب مش مجرد خد احمر وايد مكسوره، الضرب بيفضل معلم جوه الطفل مهما كبر. بيفضل معلم جواه. اكيد اكيد. بيتحفر يعني، بمعنى صح ان احنا بنكسر خاطره. زي بالظبط لما بجيب مثال بسيط جدا علشان يعني بسطها للامهات اللي في البيت، يعني بعيدا عن القواعد العلميه، احنا درسنا علم كتير مكلكع كده، فمش عايزين نوصله، عايزين نوصل مهاره للام البسيطه اللي جداً ممكن تكون بتتابعنا دلوقتي. احنا بنتكلم معاكي، هناخد بايدك خطوه بخطوه. مش زي ما سمعنا ان في ناس بتوصل لنا الامور بطريقه مختلطة علينا فيها المفاهيم. طب احنا لو مسكنا كده الموضوع من البداية، واحنا شعب يعني كنا بنربي زمان، بنربي ملوك، اول واقدم حضارة على مستوى الارض كلها، من 7000 سنة حضارة كنا بنربي ملوك، بيبتدي ان هو من سن 9 سنين و13 سنة بنربي ملكات، بنعلمهم ازاي بروتوكول، ازاي يتعاملوا مع الناس، ازاي يتعاملوا داخليا وخارجيا على مستوى العالم، ويكون واجهه مشرفه
لنفسه ولأسرته. طيب زي بالظبط لو انا عندي حيطه وقعدت احط فيها مسامير كتير وبعدين قعدت ادهنها باحسن الدهانات كده متخيل ان هي ما زالت لسه فيها الاثر بارز ما عمره ما هيروح يعني هو هيفضل معلم من جوه. هو ده بالظبط سلوكياتي مع ابني. تمام. تتحفر جواه هو زي السفنجه بيمتص اي حاجه. الطفل بيبقى نقي جدا وشفاف. اي سلوك بعمله معاه اي اسلوب بيبدا يعلم فيه علامه. انت بقى زي ما بتكتب انت الورقه بيضه معاك اتفضل اكتب من وهو في بطن الام. يعني حتى العصبيه بتاعت الام او الهدوء اي حاجه الام بتعملها بتاثر على الطفل على تكوينه. حتى الامراض الوراثيه وانا قايله ده في الفيديو مش بتنتقل للطفل الا لو الام عندها حاله سلبيه. يعني بتعاني من اكتئاب او بتعاني من توتر او عنصر كبير مهم فيها جداً. الجزء النفسي العامل النفسي عليه جانب كبير وعليه اعتماد كبير العامل جداً. النفسي حتى الانسان الطبيعي جدا اذا هو تاثر نفسيا بيبدا يتعب جسمه بيبدا يتعب ومشاكل ضغطه قلبه سكر وقولون عصبي. معظم الامراض اللي بنعاني منها بتبقى خاصه بالنفسيه. تمام هايل. فكره برضو ان انا ازاي اسس ابني صح من البدايه. طيب وانا لو ما اسستهوش صح ايه النتائج؟ احنا هنعرف مع بعض ازاي ناسسه صح. او انا كأم ازاي ابني ابني صح. جميل هايل. اذا انا اعتبرت ابني مشروع يعني حته ارض انا عايزه ابنيها. طيب انا ليه احنا لما بنيجي نعمل مشاريع على ارض الواقع او بنشتري اجهزه معينه بندور على الكتالوج بتاعها ولما بتعطل بنروح نوديها للضمان والصيانه والكلام ده وبنبقى حريص قوي على الجهاز اللي هو يعني ابنك اغلى من اي حاجه. ابنك اولى. دور على ابنك. طبعاً. شوف الكتالوج بتاعه حيث. وعلى فكره كل طفل ليه كتالوج مختلف حتى التوأم كل واحد شخصيه مختلفه. فانا ابني اولى الناس. ابني ده هبه من ربنا هو مش ملك. يعني الابن مش ملك ده هبه وانا يا ربنا هيحاسبني عليه لان هو امانه. في النهايه انا هتحاسب عليه. يبقى الامانه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلازم ان انا اركز معاه وابنيه صح وادور على كل الادوات السليمه اللي انا هبني بيها. تكمله المثال هبدا ابني ازاي حته الارض اللي انا عايزه ابنيها. هبدا ان انا اجيب مهندس شاطر يعني هستعين بالمختصين واستعين بالاستشاريين والادوات بتاعتي. تمام. انا بسميها مهارات الام. المهندس ده هو العلم. قطعه الارض هو ابني اللي لسه مولود لسه ببتدي اتعامل معاه. طب ده بالنسبه للطفل المولود. طب الطفل اللي هو اتولد اوريدي وعنده مشاكل اتعاملت معاه كذا سنه غلط. هنا بقى بنقع عند المشكله اللي كلنا بنقول عليها ابني باظ. ابني باظ. البت عيارها فلت. الواد مش عارفه المه ومش عارفه اعمل معاه ايه. خلاص لا سيبوه ده ما دام مفقود فيه الامل. ما هو ما فيش حاجه يعني في الدنيا ما لهاش حل غير حاجتين طبعا يعني الرزق والموت يعني. لكن اي حاجه تانية ليها حل. اي حاجه تانية في الدنيا ليها حل. فالطفل انت عملت معاه غلط لا في فرص. في فرص كتير. ما اقعدش بقى ايه ابكي على اللبن المسكوب وانا خلاص ضيعت ابني واقعد اعيط واقعد اعامله اسوأ وخلاص الولد باظ الولد وعنفه لازم افهم بقى. انا لو فهمت ايه اللي موصلني لكده هعرف احل المشكله بالظبط زي اللي بيسيب المرض. بس انا عايز استاذنك بس في بنوته جميله بتتابعنا دلوقتي هي من اصغر المتابعين واصغر المحبين لبرنامج سعد قلبك مع الشاذلي. وانا كنت وعدها امبارح ان احنا هنقول لها كلنا مريومة في الكاميرا ونقول لها بنحبك قوي. احنا بنحبك يا مريم. مريومة مستنيين برضو تواصلكم. مريومة بنتي حبيبتي هي بتساعدني جدا في شغلي وبتشجعني. واخر فيديو انا عملته يعني هي كانت دافع قوي جدا ليا. يعني هي كطفلة عندها 7 سنين ونص وانا بقول المثال ده علشان نستفاد منه ازاي اتعامل بقى مع الطفل في النقطة دي. هي شايفة ان انا مشغولة عنها وان انا انت على طول ماسكة بتذاكري انت ماسكة التليفون انت كذا. فبدأت افهمها والله يا حبيبتي انا بعمل كذا كذا عشان انفع الامهات علشان يقدروا يربوا اولادهم صح. فالبنت فرحت واقتنعت بالفكره وجي يعني عليا وقت. بمعنى ان انت لما بتشركهم في الامور مشاركة. اللي انت بتعملها
ولما بتفهمهم الموضوع ببساطة، لما بتحتويهم بالطريقة البسيطة جدا اللي احترم هم عقلهم، يقدروا يفهموها، احترم عقلهم ما فبالتالي تستظهر. بيتجاوب معاك بسرعة. صح فعلا. بدأت تشجعني. جيت في يوم كده كنت خلاص مش قادرة، وقلت لها انا مش قادرة اكمل، قالت لي لا لازم تكملي، ما شاء لازم الله. قومي. انا وصممت جدا ان انا اقوم واكمل. قالت لي انا بحب اللي يبقى هيعمل حاجة يقوم يعملها بسرعة، ما شاء خلاص الله، احنا قررنا نعملها. ربنا وفعلا يحفظها يا وقفت رب. لي وما شاء الله عليها. وانا عايزه اقول لها انا بحبك اكتر حد في الدنيا بيحبك، وانتي اغلى حاجه عندي في الدنيا. وانا اتعلمت كل العلم ده رقم واحد عشان انفع بنتي، لان انا كنت بعملها غلط. يعني انا بعترف انا كنت بعمل بنتي غلط طبيعي يعني، بنبقى فرحانين لسه في البداية الأم، زي كتير. ما كنا انا عملتها بنتكلم كتير غلط، إن بس انا الأم يعني اعتذرت لها في بالظبط. النهايه. يعني ثقافة الاعتذار حاجة جميلة جدا. هو في البداية أي بنت بتفرح في البداية بفكرة الفستان، الفرح، مبروك أنت حامل، عملت التحاليل، اتأكدت، عملت سونار، بعد كده دخلت في مرحلة على طول كده هتنزل تشتري السلبات بتاع الحمل، صح؟ وبعد كده بتدخل في مشكلة، بتقول ايه ده انا جالي اكتئاب حمل. ده بتحفظ، بتروح بعد كده بالساعات في وسط الحالات اللي هي قاعدين منتظرين الدكتور، فبيبتدي ان هي تكتسب منهم حاجات ممكن تكون سلبية. لذلك كنا بنتكلم وبنأكد على مشكلة او على ضرورة الاهتمام بتأهيل المقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية دورات تدريبية فعلية، الدولة تفعلها فعلا، هي وتكون شرط مفعلة لكتب زي دلوقتي الكتاب. المبادرة بتاعة وزارة التضامن بتاعة مودة، بالفعل موجودة دلوقتي على الإنترنت، بس بنتكلم برضو على دور المجتمع ان المدني. هي تكون شرط اساسي. يعني انا ما ينفعش ان انا ادخل علاقة واجيب اطفال مشوهين للمجتمع. يعني انا دلوقتي بالظبط. لازم اكون مؤهل. من حق كل حد يتجوز، بس مش من حقك تخلف إلا الا إذا وانت كنت مؤهل وموفر مؤهل ان بيئة انت تربي آمنة. الطفل ده. بالفعل يعني بالفعل. احنا شايفين طبعا الخلل دلوقتي في المجتمع بيزيد، لان الاجيال بتتربى غلط، بعد كده بتكبر بتكون اسر. هو مش يعني مش فكرة خلل بيزيد قد ما هي فكرة يعني ثقافات دخيلة بقت علينا، استخدام غير أمثل للتكنولوجيا، استخدام غير أمثل لحاجات كتير. انا لو مؤسس ابني صح وفي قيم وفي ثقافة مبادئ الرفض من اللي حضرتك كنت البداية، بتركزي عليها دي برضو عنصر مهم جدا، ان انت ترفض، تعلم الطفل ان هو يرفض اي حاجة غير حضرتك متناسبة. المشكلة عندنا أكبر مشكلة في الحوار، إن أنا مفيش حوار بيني وبين الطفل، فبالتالي الطفل ما بيفهمش حاجة. وكتير من أولياء الأمور من المربيين بيستقالوا بقى من دورهم في التربية، إن أنا أسلم ابني للتلفزيون للموبايل لأي حد إلا هو مشغول طول الوقت، هو مش عايز يقعد مع طفله. ولو جه الولد سأله في حاجة يبقى يديله رساله ان هو مشغول، ان هو مش مهتم بكلامه. فواحده واحده الطفل مش هيجي يسالك، لان انت ما بالظبط. اديتوش الاهتمام ولا الاستماع الفعال. ان انا أكيد ابني جاي لي بمشكله فن ومتضايق، الإصغاء اللي كنا بنتكلم عليه وفن الاستماع لو للطفل. يعني لو هو متضايق ابين له ان انا متضايق زيه، ابين له ان انا زعلان عشانه، فرحان افرح حتى لو بمثل، بس لازم اشاركه. هو ده الاستماع الفعال، يعني اللي انا سامعاه وحاسس بيه. زي بالظبط لما بتيجي تتكلم مع حد كبير بتحترمه بتقدر كلامه. احنا الاطفال بنفكر فيه من هم اطفال، لا حضرتك ده بنقولها كده بالبلدي يعني، عيل صغير ما بيفهمش، مش فاهم انا اقول ايه. لا بالعكس، ده الطفل بيركز جدا في ادق في التفاصيل. كل حقاتك وكل يعني ايموشن بتعمله، كل تفاصيل الوجه للام والاب الطفل بيبقى مركز فيه جدا، وبياخد منه وبيستنبط انت بتحبه او مش بتحبه. هو اهم حاجة عنده يحس بالحب والامان. اكيد يعني اقل حاجة في بتفرح. اليوم 6 أحضان الطفل محتاجهم، اكيد تمام. حتى اللي في سن المراهقة. يا جماعة احنا المشكلة ان احنا بنبعد ولادنا عننا لما بيكبروا شوية. لا ده مش محتاج، انت ذات نفسك كبير ومحتاج. ده احتياج طبيعي ربنا يعني وضعه في الانسان، ان هو محتاج العاطفة. ايوه الاحتواء ويحس العاطفة بالحب والتفاهم. والحنان. الطفل بقى احتياجاته الاساسيه ايه؟ ادي لابني احتياجاته الاساسيه، وبعد كده ادور ابني غلطان في ايه او ابني عنده خلل في ايه، عشان انا ما بديهوش اي حاجه من هو محتاجها وبرجع اقول الولد فكرة باظ. تعديل السلوك، لو حابين ان الام اللي في البيت تبتدي تعدل سلوك خاطئ، تدي لها نصايح ايه؟ رقم واحد قبل كل حاجه يعني تدعي ربنا ان هو يربي ابنك. الدعوه دي جميله جدا،
بتلاقي الطفل نزل عليه كده هدوء كده يساعدك يعني الجانب الروحاني اللي كنا بنأكد عليه رقم واحد. او انت ساجده كده بتدعي ربنا يا رب ساعدني ويا رب ربي ابني كفايه الدعوه دي كده مبدئيا حاجه بسيطه قوي يعني. ولكن طبعا لازم ناخد بالاسباب يعني احنا ما ينفعش نبقى متوكلين لازم لازم اتوكل على الله واعمل اللي عليا بقى خلاص انا دعيت ربنا. النقطه الثانيه هعمل ايه قبل ما اعرف ان انا ازاي اتعامل مع طفلي صح لازم اقعد قاعده مع نفسي واواجه نفسي هل انا بتعامل مع نفسي صح ولا انا بتعامل مع نفسي غلط المشكله اصلا اساسها ايه بقى يعني انا مشكلتي في ايه هو انت فعلا مشكلتك السلوك اللي عمله طفلك ولا المشكله عندك انت في رد فعلك الغير مساوي للفعل اللي عمله الطفل يعني انا لو مضغوط مثلا بنلاقي الزوج جاي من الشغل المدير مضايقه فبيجي يتعصب على زوجته فالزوجه تطلع في الاولاد فالولاد يضربوا بعض فالطفل يروح الحضانه يضرب صاحبه فنبدا ان احنا كلنا العنف بقى متبادل هي طاقه سلبيه وكلنا بنرميها على بعض بالظبط احنا عايزين نعرف الخلل يعني المرض فين لو انا قعدت ابص على الطفل بس يبقى انا كده ببص على العرض اكيد انا عايز بقى زي واحد عنده سخونيه بس السخونيه دي بسبب مشكله في البطن عنده تعب في المعده او حاجه اقعد اديله مخفض للحراره ده مسكن ده مش علاج العلاج ان انا بقى ادور بقى على اساس ايه سبب السخونيه واعالجه اكيد بالظبط الطفل بيعمل سلوك غلط السلوك ده بيعمله ليه علشان هو وحش ولا عشان ده رد فعل لحاجه انا عملتها معاه تمام فابدا ان انا اول حاجه لازم اكون مربي بصحه نفسيه وده اساس البرنامج بتاعي ان انا مركزه قوي على الصحه النفسيه برنامج التدريبي اللي حضرتك بتعمليه على اليوتيوب منزله اول حلقه منه الصحه النفسيه للام والاب ازاي الام والاب يبقوا بصحه نفسيه علشان يقدروا يدوا للطفل صحه نفسيه يعني انا لو فقد الشيء لا يعطيه الجمله دي كتير الناس بيقولوا عليها لا مش صحيح لا هي صحيح صح هي صحيح ولو جيت تدي حاجه انت مش موجوده عندك هتديها على حساب نفسك هتضغط نفسك وبالتالي هتبقى بعد كده رد فعلك اصعب تمام جدا طيب التحفيز الايجابي لو عايزين نشتغل مع اولادنا نحفزهم بس بصوره ايجابيه ممكن نعمل في نقطه مهمه قبل التحفيز الايجابي ان احنا في الاسباب بقى اللي وصلتنا ان احنا بنتعامل غلط الذاكره الاليمه موضوع مهم جدا ناس كتير ما تعرفوش ان انا ليه بروح انفذ السلوك اللي انا بكرهه طول عمري بروح انفذه على ولادي علشان السلوك ده لما اتمارس عليا في حاجه عندنا اسمها العقل الواعي والعقل اللاواعي العقل اللاواعي ده متخزن فيه كل الخبرات السابقه كل الكونسبت كل القيم الاخلاق الثقافات كل حاجه مرت على الانسان والمواقف كل حاجه مرت عليك طول حياتك تبدا متخزنه في العقل اللاواعي بطريقه غير مباشره ببدا اطبق اللي موجود عندي يعني لو العقل فيه ايه كل اناء بقى بينضح ما فيه يعني العقل موجود فيه فانا اتمارس عليا الضرب فبقعد اقول ايه الحاجات دي يعني عامله لي ذاكره اليمه يعني كل ما افتكرها بتوجعني وبزعل بحس بنفس المشاعر اللي كنت حاسس بيها وانا صغير فببدا ان انا اقول مش هعمل كده في ابني مش هضرب ابني فالعقل ما بيقراش النفي العقل بيقرا ايه اثبات بيقرا الموضوع هضرب ابني لما بتيجي في الموقف بقى وقت الموقف ووقت النرفزه لا العقل بيغيب يعني ايه الرد فعل اللي بيطلع الحاجه بقى المظبوطه في العقل اللاواعي تبدا اللي هي الضرب اول حاجه ده مثال يعني لو انا مثلا تعرضت للضرب في ناس ثانيه تعرضت لحاجات ثانيه فانا بقى يعني بعمل مثال حبس بقى واوضه الفئران بقى والحاجات اللي كنا بنسمع عليها زمان بقى هحرمك من مصروف مثلا مش هتلعب وطبعا ده ما ينفعش نهائي في احتياجات اساسيه ما ينفعش اعقب عليها كده نصيحه اخيره تحب تختمي بيها كده ممكن على تنميه مهارات الطفل والتحفيز الايجابي التحفيز الايجابي في نقطه مهمه جدا والنقطه دي اشتغلت عليها كتير في جلسات وبتجيب نتائج فعاله جدا انا عندي طفل بيعمل سلوك سلبي تمام اعمل ايه عشان اخليه بطل السلوك انا كل ما بركز على السلوك بتاعه بيزيد اكتر لا انا لو جيت في وسط قاعده مثلا وقلت مثلا بنتي مثلا هي ما بتسمعش الكلام جميل تمام تمام او ما بتذاكرش او وجيت قلت
بنتي بقت شاطره جدا وجميله وبتسمع كلامي وبتساعدني، حبيبه ماما دي شطوره، دي بقت شاطره قوي، انا فرحانه بيها جدا. الطفل بطريقه سهله جدا بيبدا يغير من نفسه، لان التحفيز الايجابي هنا انا اشتغلت على جانب الثناء. تمام. الثناء يعني احتياج اساسي برضو للطفل. لما بديله ثناء ما اقولش ان الطفل هيتنفخ لا لا، بالعكس بيفرح جدا وبيبدا يبقى بالصوره الايجابيه اللي هو ماما قالت عليها، علشان ياخد المتعه من الثناء بعد كده. تمام. لان الثناء ده ممتع. هايل جدا. نصيحه اخيره تحب توجهها للجمهور؟ انا بحب يعني اوجه لكل ام وكل اب يعني اولادكم رساله شكر. انا حاسسها عليك ان انت عايزه تقول رساله شكر. اولادكم يعني يستاهلوا ان انتوا تعملوا مجهود. طفلك ده في ناس كتير مش طايلاه، يعني خليك ايجابي وخد الموضوع بالحب. احنا لو يعني اتعاملنا مع الطفل بحب بس هيجيب نتائج كبيره جدا. جميل، هايل جدا. وقصه النجاح الدراسي والكلام ده طبعا ده موضوع كبير، لكن انا عايزه اقول لهم ان ما تربطش نجاح ابنك. توعدينا بحلقه جديده ان شاء الله. ان شاء الله قريب. وزي ما احنا سمعنا كده من حضرتك ان البرنامج التدريبي بتاعك، طبعا وسائل التواصل مع حضرتك على السوشيال ميديا او على التليفون كانت منشوره خلال الحلقه وهتتبث برده في انا عايزه برده في ناس عايزه اشكرها. تمام. انا عايزه اشكر طبعا امي وابويا الله يرحمه، لان هو اللي ساعدني ان انا ادرس كل الفتره دي في المجال ده، وكان بيستناني كتير لما برجع متاخر الله يرحمه، وكان بيدعي لي في صلاه الفجر على طول. انا اتعلمت حاجات كتير جدا منك النهارده، واحنا من دورنا بناء على الشكر ده احنا حابين نقدم لك زي شهاده تقدير من اسره البرنامج لحضرتك انك شرفتينا وكنتي معانا النهارده. اعزائي المشاهدين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقه الجميله اللي انا شخصيا استمتعت بيها وتعلمت حاجات فيها جميله جدا وفكرتنا بحاجات كده حلوه. وزي ما شفنا كده ان في نماذج معانا، نماذج ممكن تكون مشرفه ونماذج ناجحه جدا، محتاجين ان احنا نسلط الضوء على الحاجات الايجابيه في حياتنا. انا كنت معاكم النهارده محمد الشاذلي، واستنونا قريب في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج اسعد قلبك مع الشاذلي. تواصلوا معانا على السوشيال ميديا، مستني استشاراتكم، مستني تليفوناتكم. السلام عليكم.